أظن بعد هذا الحديث الرائع يعني اللي أنا شخصيا ما كانش نفسي ينتهي حقيقة، الدكتور حسام يعني إيه شرح لنا، لكن هو حطنا أمام المعضلة الكبرى الحقيقية، يعني قل الروح من أمر ربي، وظل هذا التساؤل موجود يمثل إشكالية كبرى إلى يعني أن يعني تنتهي الأرض يعني أو تنتهي الحياة. بعد كده أنا بقترح أن أسئلة حضراتكم توجه للمنصة الأستاذة سلمى وللدكتور حسام وليا، إذا حد حب يسألني أي سؤال أيضا، وإحنا في الانتظار. المداخلة في حدود 3 دقائق بس، تفضلوا. تفضلي سلمى. كل حد يقول اسمه، كل حد يتفضل بأنه يقول اسمه بس. مساء الخير. مساء الخير. لا معلش، أنا فاطمة الديواني، أستاذ مساعد أدب الإنجليزي. أنا هتكلم على الكتاب من ناحية أدبية تخصصي، هو حقيقة تجربة أدبية متميزة جدا. شكرا لسلمى على الكتاب المختلف ده، وشكرا لضيوفنا الكرام على الندوة القيمة الجميلة دي. أول حاجة أنا هتكلم على طاقة نقط بسرعة 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 كده. النقطة اللي أنت بدأت بيها الفرق بين الكتاب والفيلم. تاني حاجة مقدمة الدكتور محمد عمارة. تالت حاجة فن الجدال. دول الحاجات اللي طلعت بيها فهم الفيلم. أنا شفت الفيلم سنة 2011 صح؟ وعصرت صناعته وعصرت كل ده، وتخيلت أن الكتاب عبارة عن توثيق للفيلم لطبيعة الكتابة في الاستمرارية وضمان انتشاره وحاجات دي كلها. اشتريت الكتاب، جبت الكتاب، خدت الكتاب تقابل، وبعدين قريت مقدمة سلمى. سلمى اللي قالته في المقدمة في البرزنتيشن بتاعتها ان هي الكتاب بيشمل الحاجات اللي كانت ناقصة في الفيلم وتجربتها وكده، بس انا لقيت حاجة تانية خالص. حقيقة لقيت حاجة تانية خالص. لقيت نفسي قدام أديبة وكاتبة اتقنت ان هي تعرض نفس التيمة من خلال لونين مختلفين من الكتابة تماما. الكتابة الوثائقية بتاعت الفيلم ادتنا كل العناصر الفيلم الوثائقي يعني الناجح يتميز بيها. أما بالنسبة للكتاب، هو يندرج تحت نوع الدراسات البحثية. هو طبعا كتقييم ضئيل مني يعني، بس هو تقييم كبحث متكامل الأركان. وبالرغم منه بحث، إلا أنه مكتوب بطريقة أدبية سلسة وشيقة، تاخدك من نقطة لنقطة لنقطة من خير، تحس أنك تعبان، ويعني مواضيع تدعو للتدبر والتفكر وكل حاجة، لكن بسلاسة وبساطة. فشكرا يا سلمى. الحاجة الثانية اللغة. الدوكيومنتري مكتوب بإنجليش، لغة إنجليزية متقنة، وكتاب بلغة عربية متقنة. فشكرا يا سلمى. مقدمة الدكتور محمد عمارة، ده أثرت الكتاب بشكل رهيب، لأن هي المقدمة مش بتقول الكتاب بيقول إيه، هي بتديني التولز أو الأدوات اللي أقرأ بيها الكتاب، اللي كان ينقص الكتاب موجود في المقدمة. وده بيساعد الناس اللي زي حالاتي ما تفهمش في العلم قوي، ان انا عرفت اقرا حتى التيرمز معينه انا ما كنتش عارفه ابعادها ايه، فساعدني جدا. شكرا دكتور محمد عمار. الحاجه الثالثه اتعلمتها مهمه قوي، فكره الجدال، تقبل الاخر. انا عشان اجادل كتاب زي ده علمني اولا ازاي اتقبل الاخر وازاي اتكلم مع الاخر. انا عشان اتكلم مع الاخر وفي رأي ورأي آخر، لازم أفهم الآخر ده منطقه إيه، وأتقبل إن هو في ظروف خليته يوصل لهذا. لأن الجدال في الآخر مش مطلوب منه أن يثبت أنه صح، لكن مطلوب أن كل الأطراف توصل لحقيقة. شكرا جزيلا، ومستنين كل كتب جسالما إن شاء الله، والتوفيق دائما. هي فعلا ظاهرة يعني جميلة وبتتكرر، يعني عندما يجتمع لدى أحد الباحثين أو المهتمين بالعلم أو بالعلوم الطبيعية، يجتمع عنده أيضا يعني فضيلة الموهبة الأدبية، هي يعني من حسناتها الكبيرة أنها تقوم بتبسيط المادة العلمية الجافة. رأينا ذلك في كتابات يعني علماء طبيعيين كبار، سواء أطباء أو مهندسين أو علماء بيولوجي، لكن عندما
يعني تعاملوا مع الأدب تحولت كتبهم إلى كتب متاحة للبشر وكتب ممتعة وكتب مسلية تماما. واللي حضرتك قلتيه على إجادة الكتاب لفن طرح المناقشة أو للجدل أو للحوار، هذه يعني الميزة الأساسية والتي لم تظهرها رغم إيمانها ويقينها الديني كمسلمة، لم تظهرها بمظهر التعصب على الإطلاق. وأنا بعتقد أن الكتاب إذا قرأ بأي لغة أجنبية أخرى سوف يترك هذا الانطباع حقيقة. تفضلوا. بس تعليق بسيط جدا، أصعب لغة في ربنا خلقها اللغة العربية فعلا. ليه؟ لأن الكلمة الواحدة ممكن يبقى لها أكثر من معنى. يعني أقول chair بالإنجليزي كرسي، طب في كلمة تانية chair مفيش، ملاش معنى تاني، إنما كرسي في اللغة العربية 100 معنى. عشان كده العقل والقلب في القرآن ملهمش القيمة إلا للمستقبل. أنا فهمتها إزاي؟ عندما يتحدث الله عن حقيقة وذكر القلب أنا تقبلتها إزاي؟ عشان كده إن أنزلناه قرآن عربيا لعلهم إيه؟ يعقلون. يعني اللغة الوحيدة اللي حنشغل فيها مخنا العقل. إن أنزلناه قرآن عربيا لعلهم يعقلون، لأنه أسلوب قراقي جدا بس صعب جدا جدا. كن سلمى تكتب كتاب زي ده لو كتبته بالانجليزي اسهل مليون مره مليون مره، انما الكلمه في العربي الواحد بيقف عندها، طب اكتب دي ولا. والكلمه الواحده ممكن تودي في داهيه وممكن يعني اما اقول لك ده حمار شغل، انا بشكره ولا بزمه؟ لقيت واحد كنت في لندن مره، لقيت واحد مصري ماسك واحد انجليزي بيتخانق معاه، فبيقول له I will get the religious of your mother out. يعني هو مش عارف يجيب المعنى. طيب أي أسئلة أو مداخلات أخرى؟ تفضلي. في السلام عليكم. مبدئيا أنا اسمي إيمان شوشة، طبيبة بشرية. أنا سعيدة جدا أن حضرتك اتكلمتي في الموضوع ده، بس لفت في نظري أن في الفيلم أن أنت عاملة الفيلم مع ناس يعني من برا المنطقة العربية مش عرب، مش عارفة إيه السبب ده، بس أنا بعتبر أن الناس دي هم عايشين الحياة زي ما ربنا أرادها، هم دايما بيفكروا حتى الملحد فيهم. إنما اللي بيلفت نظري دلوقتي أن احنا الناس اللي بين إيدينا كتاب ربنا، سواء اليهود سواء المسيحيين سواء المسلمين، ان احنا في غفلة، يعني ان احنا مش فاهمين الكتاب اللي بين ايدينا، يعني عندنا افلا يتدبرون افلا يعقلون، ما بنعملش ده. وانا من رأيي ان احنا بنعيش حاليا العصر الجاهلي، يعني انا بعتبر ان العصر الجاهلي هو عصر مازال ممتد، لان الجاهلية هي ناس بتتبع ابائها واجدادها، واوريدي في ناس حاليا كده، يعني في ناس دلوقتي حوالينا كتير جدا اتولدت وعلى مستويات كبيرة، يعني مش هقول الناس اللي هي لو سوشيال ستاندرد او كده، لا ناس مستويات عالية وناس متعلمة، ورغم كده لما تيجي تكلميهم هم لا بيقولك اهلي وانا اتولدت كده وانا ما ينفعش اعمل غير كده، فده اللي انا دايما بستغربه. على عكس الفئة اللي حضرتك جبتيها هم دايما بيفكروا ويبحثوا وهم ماشيين في طريق لمعرفة ربنا، يعني فكنت عايز اعرف ليه اخترت الفئة دي. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا من فترة برضو اثارني فكرة الروح والانسان، فقعدت ادور في القرآن، اكتشفت ان احنا مش جوانا روح بس، احنا جسد ونفس وروح. النفس هي الحاجة اللي احنا عايشين بيها، يعني كل نفس ذائقة الموت، فاللي بيموت هو النفس مش الروح. الروح دي احنا اول ما بنتولد ربنا بينفخ فينا من روحه، بتستمر حتى فترة معينة اللي احنا بنبدأ فيها مرحلة التكليف، ان احنا بنبقى مكلفين بإقامة الشعائر والعبادة، فساعتها بنبدأ احنا نستلقي من روح الله، يعني نشحن اكتر. انما الاصل ان هي الروح، فمش اللي بيموت الروح، اللي بيموت النفس. والروح دي احنا لما بنوصل لمرحلة باقامة الشعائر والعبادة بنبدأ يعني نستردها من الله، وساعتها احنا بنطلبها بمشيئة،
يعني يؤتي ينزل الروح على من يشاء من عباده. دي حاجة بالنسبة لحضرتك. بالنسبة للدكتور حسام كان ليا سؤال. أنا يعتبر طالبة عند حضرتك. لما بنيجي في العيانين اللي هم بيحصل لهم أرست، بعد ما العيان بيحصل له أرست ونبنى نشتغل على العيان، مفروض أن العيان دلوقتي مات، بعد ما بنشتغل عليه العيان بيرجع تاني. فأنا كطبيبة الموضوع ده دايما بيسرني، يعني العيان لما حصل له أرست ومات هو راح فين؟ طب لو النفس طلعت منه أو خرجت بترجع تاني إزاي؟ ده نوع من العيانين. نوع تاني العيان اللي بيخش في غيبوبة. كان في مرة عيان قعد غيبوبة شهر وبعد كده رجع، فلما رجع بنطلب من واحدة من التمريض ان هي يعني تديله العلاج بتاعه فرفض، وقال ان هو اثناء ما كان في الغيبوبة ان الممرضة دي طلب منها ان هي تغير له الملايات يعني وتنظفه كده وهي رفضت. فاحنا استغربنا يعني، وقال ان الموضوع ده ما حصلش مرة واحدة، هي طلب منها كذا مرة تمرض العيان وهو في الغيبوبة وهي رفضت، فهو لما رجع رفض ان هو يتعامل معاه. فانا بصراحة الموضوع ده برضو يعني استفزني كده. هو العيان ده كان فين يعني؟ هو في غيبوبة يعني، احنا متخيلين ان هو مش حاسس بينا، فهو كان فين يعني؟ شكرا. تفضل. شكرا. تفضل. أيوة الحقيقة أنا في الفيلم كنت بعمله كنت قصدت بيه إن هو يبقى اللغة إنجليزية، لأن كنت عايزة إن كنت بكلم كل الناس، ما كنتش بكلم فئة معينة، بكلم كل الناس. ودلوقتي اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة في العالم يعني، وأنا عايزة أكبر عدد من الناس يشوفوا الفيلم ويعني توصل لهم الرسالة يعني، وبالتالي أنا عملت الفيلم باللغة الإنجليزية. لكن جيت بعد كده قلت طيب انا ليه لما جيت اكتب الكتاب حسيت انا عايز اكتبه باللغه بتاعتي اللغه العربيه، وحسيت لان انا حسيت اولا كنت درست في دار الارقام وحسيت بعمق اللغه العربيه وجمالها، فحسيت ان انا عايز اقولها، وكمان عشان تبقى وسيله تانية يعني، يبقى مره يبقى الفيلم بالانجليزي والكتاب بالعربي، فانا كده الاودينس او المتلقي بيبقى مختلف، اللي هو اللي بيعرف بالانجليزي هيتفرج على الفيلم، اللي يعرف عربي هيقرا الكتاب وهكذا. انما انا ما قصدتش ان انا مثلا اختار ناس معينه بعينهم، لا، انا كل اللي همي كانت اللغه يعني، انا اخترت اللغه مش اخترت الناس يعني. بس فده بالنسبه للسؤال ده. ممكن سالتني هي بتسال ليه اخترتي المجموعه بس اشمعنى دول يعني؟ اوكي. بصي انا انت مادام دكتوره هجاوبك بقى كويس قوي يعني. في ناس كتير جدا مش قادرين تفرق بين واحد في غيبوبة وواحد موت جزع مخه، شتانة بين الاثنين. تاني في ناس كتير جدا بما في ذلك الدكاترة مش قادرين تفرق بين كلمة غيبوبة كومة وموت جزع مخ. موت جزع المخ ده اللي عليه خلاف، نطفي الأجهزة ولا ما نطفيش، وعايزين معنا النائب العام والشيخ فلان والشيخ فلان والدكتور فلان عشان ناخد قرار. اللي عنده موت جزع مخ نطفي الجهاز ده، اليوم ساعات بيتكلف يا أخواننا 5000 جنيه، ممكن يفضل على الجهاز 3 أشهر يعني، يخرب بيت أسرة كاملة وهو ميت. هو ميت بس ميت فين؟ في نظرنا. كان حظي حلو جدا جدا يعني، شوف الصدفة العجيبة ان احنا أثرنا هذا الموضوع في نهاية السبعينات. كان الدكتور عبد المنعم حسب الله رحمة الله عليه أبو سلمة هو اللي متبني هذا الموضوع، فخدني معاه واحد اسمه محمد صفوت بتاع تخدير، ورحنا في مكتب النائب العام، وكان معانا الشيخ طنطاوي رحمة الله عليه كان مفتي وليس شيخ أزهر، فاحنا جبنا المفتي. قعدنا نتكلم 3 ساعات، انا قلت اللي عندي، والدكتور عبد المنعم قال كلام حلو جدا وكبير جدا، والشيخ طنطاوي قاعد على كرسي بيتهز، قاعد يهز نفسه كده وما فتحش بقه. خلصنا كلام، بنتكلم على مين؟ مش غيبوبة، على موت جزع مخ يعني واحد ميت بس انا مشغله صناعي. تمام. قاعد يهز، قال خلصته؟ قلنا له خلاص. قال يا دكتور حسام اللي بتكلم عليه ده تقدر تدفنه؟ قلت له لا. قال لي يبقى عايش. منتهى البساطة يعني. السؤال الثاني
قال لي لو راجل، لو راجل فترة العدة تحسب من امتى؟ من ساعة ما انت قلت انه مات ولا من ساعة ما اتدفن؟ افرض قعد سنة على السرير، فترة العدة سنة ولا من ساعة ما انت قلت انه ميت؟ فبهت الذي كفر. انا شخصيا سكت والله ولم افتح هذا الموضوع الى هذه اللحظة. موت جذع المخ، ميت ولا عايش، الشيوخ والقضاء يجاوب. انما احنا كدكاترة ايه مصيبتنا بقى اللي هي قالتها الدكتورة، المصيبة اللي هو العيان اللي قالوا كلام ده، ده مش ميت، ده في غيبوبة، والغيبوبة ولا 15 درجة، قد يكون درجة تبدو للطبيب ان هو مش داري بس هو داري كويس جدا. هو انت وانت نايم ما تقدرش تقول اللي حصل؟ انت في غيبوبة وانت نايم، بس في غيبوبة الدرجات ممكن جدا تقول اللي حصل ايه. فهو في غيبوبة وليس ميت. يعني يقول لك ايه ده مات وصحي، هو مش صحيح، هو ماتش. مين قال؟ هتقول لي انا عملت له قلبه، عملت له انعاش ورجع قلبه اشتغل تاني، اوكي بس ما ماتش. مات يعني له تشك. عشان كده امريكا وافقت والسعوديه وافقت، اقصى اليمين واقصى اليسار، واحنا في النص. لا، السعوديه بقت تطفي الجهاز وامريكا بتطفي الجهاز، بس بشرط. هو الخوف من ايه؟ ان انا اقول على واحد موت جزع مخ وهو في غيبوبه هيقوم، الغيبوبه ممكن يقوم. تمام. خمسة سينيور عدوا سن الستين، كل واحد لوحده ما يخشيش الخمسة سوا، يكتب تقرير عنه ويطلع. اذا تشابهت التقريرات الخمسة انه موت جزع مخ بيطفو الجهاز. انما هنا في مصر ما عندناش الجرأة نعمل كده. ليه؟ طب وانا ما هو اهله بيدفعوا، طب ما يدفعوا، انا مالي، بس هنخش جهنم ليه؟ هنفترض ان قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، هنفترض هذا ان هو احنا خدنا قرار خاطئ، ويا ما قرارات في الطب خاطئة بعد 3 سنين ولا يا نهار اسود ده الدواء ده بيموت، ما سمعتوش؟ فاحنا كاطباء نخاف نعمل كده، عايزين حد يقول لنا اعمل كده، الحد ده ما بيقولش لان هو كمان خايف. مشكلة دينية قضائية طبية، لازم التلاتة يشتركوا فيها. موت جزع المخ ده ميت ولا لا؟ نفصل الأجهزة ولا لا؟ اللي هو بتسمعوا عليه دلوقتي الموت الرحيم، أموته يعني. شكرا دكتور حسام. هو تعقيبا على اللي قالته الدكتورة واللي قاله الدكتور حسام أيضا في مسألة اللغة العربية التي يكثر فيها الترادف، يعني الكلمة الواحدة ساعات يقبلها يعني 20 بديل للكلمة الواحدة، على سبيل المثال المطر والغيث والسبع وكل هذه المسألة. اللغة العربية وزي ما أشار أستاذنا الدكتور حسام إن أنزلناه قرآنا عربيا، دي مسألة يعني أيضا إشكالية كبيرة، أن اللغة العربية تقريبا هي اللغة الوحيدة، وأهمية معرفة القرآن من خلال اللغة العربية اللي فيها النفس والجسد والروح والذات والأنا، حاجات منهم كتير في اللغات الأجنبية بيعبروا عن نفس عن معنى واحد، لكن الفصل العلمي ما بيتمش، والتعدد في المعنى اللي هو في الآيات القرآنية على سبيل المثال ونفس وما سواها، الله يتولى الأنفس بعد موتها، كل نفس ذائقة الموت، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل هذه المسائل بتوسع المعنى بالفعل، وبتخلي مسألة الترادف دي بتخلينا يعني لابد أن نتبحر وأن نتعلم أيضا القرآن من خلال اللغة العربية، وإلا تبقى المسألة يعني مختلفة وغير دقيقة تماما. تفضل يا حضرتك. على بال ما مي توصل للميكروفون في حاجة مهمة جدا جدا جدا، يعني الكلمة الوحيدة اللي ربنا أصر فيها على الزيادة، عمر ربنا ما طلب الزيادة في المال ولا في العمر ولا في المركز، وقل رب زدني علما. دي الندوة دي معناها كده نحن كلنا بندعي ربنا أن نزداد علم. معلش انا بس مضطرية اعقب على كلام استاذ الدكتور حسام. طبعا الدكتور حسام استاذي من زمان. موت جزع المخ هو موت، حضرتك طبعا عارف كده، عشان بس يبقى الامور واضحه. ماشي انا موافق. ايوه بس عشان ما يحصلش بلبله، يعني هو المرحله اللي ما فيهاش عوده، مرحله اللا عوده، يعني اللي كل اللي هم مات جزء المخ فيهم مش هيرجعوا تاني للحياه. صح. الروح فين بقى في الوقت دوت؟ الدنيا حاصل فيها ايه؟ الله اعلم.
محدش يعرف. انا موافقك يا مي جدا، لكن بس طلعنا قرار. القرار هو القانون طلع، والقرار طلع، والقانون طالع بقاله 8 سنين ما حدش عمل بيه خالص، عشان من الناس مش متقبله، عشان الناس ما عندهاش وعي، عشان الناس محتاجه تفهم. يا مي انا كان عندي راجل كبير جدا في مصر، كبير جدا، ابوه كان عندي في الرعايه، قعد 14 على جهاز تنفس صناعي، اليوم ب 2000 جنيه. فالراجل قال لي يا دكتور انا ابنه بقول لك اطفي الجهاز. قلت له بص يا بيه، ساعه الباشا ما كانش بيه، كان باشا، قلت له بص الجهاز ده زي الاباجوره له كوبس، خش شيله وانا هعمل نفسي مش شايفك. قال لي انت اتجننت يا دكتور، عايزنا موت ابويا. بص قلت له يا ابن الكلب، امال اموته انا؟ امال اموته انا؟ هي القضية مين الجريء اللي يعمل كده؟ هو الغريبة ان القانون طلع ان يصح زي ما حضرتك قلت ان كذا دكتور يدخلوا ويعملوا تحاليل ويتأكدوا ان ده موت جزء بخ مش كومة. كيف نتأكد بقى؟ في ليها طريقة للتأكد وكل ده، وبعدين وان القانون يصرح ان انا ممكن اخد عضو من هذا البني ادم اللي مات عشان استعمله في بني ادم تاني عشان يعيش ويكمل الحياة، لكن ما فيش قانون طلع ان انا اشيل اجهزة من على تخيلي. طب استني انا سألك سؤال مهم جدا جدا، اللي واخد حكم اعدام ما اخدش اعضائه ليه؟ عشان ده واخد حكم اعدام. لا عشان هستناه تحت، لا اول ما ينزل هصحيه تاني واخد اعضائه. عشان لازم هو يقول لازم افرضي انه قال واللي على فكره واللي بيموت هما طبعا لازم بيكون كاتب في البطاقه بتاعته هو مستعد يتبرع باعضاء ولا لا، صح. وهو لازم يكون موافق، لكن الوقت حكم اعدام ده. مين اكتر بلد دلوقتي يا مي في زراعه الاعضاء؟ الصين عندهم 20,000 في اليوم بيعدموا. 20,000 في اليوم بياخدوا هما اعضاء، كل يوم عندهم 20,000 مواطن واخدين اعدام بياخدوا اعضاءهم ويزرعوها. انا لو انا صاحب كلمه في البلد دي ومسؤوليه اقول من غير حتى ما يوافق، من غير ما وافق، ده انا كفر عنه سيئاته. لان هو حتى لو وافق يعني ممكن لو حضرتك بصيت لها كده، ما هو ممكن حتى لو وافق هيبقى تحت ضغط الظروف اللي هو فيها. السلام عليكم. هو المفروض طبعا انا ما اتكلمش، انا اسمي الدكتور عمر فهمي جزء الست. هو انا والله مش طالع استعرض ولا حاجه، بس في كذا موقف حضرته مع سلمى بره. احنا يعني سلمى كانت حصلت على كذا جايزه بره الحمد لله، فكنت بسافر معاها على حسابي طبعا، كويس. ففي واحده من المهرجانات كان في الفيلم اللي حضرتك شفتوه، الفيلم حوالي ساعه ونص تقريبا، في جزء يعني انا نفسي في البيت لما شفته، لما سلمى عملته، انا نفسي يعني الفتلتين اللي في شعري اللي فضلتين وقفوا، لانه يعني بليف ات اور نوت اللي حصل في النير ديث اكسبيرينس اللي هي خبره ما قبل الموت immediately، اللي هو الفتره اللي احنا بنقول عليها اللي حضرتك وصفتها بيه واللي حضرتك وصفتها، اللي هو واحد احنا بنقول ان هو مات خلاص وبعد كده بيرجع تاني. طيب ايه اللي حصل في الفتره دي؟ حاجه كانت عجيبه شويه، وبعد كده بقى القنبله اللي اتفجرت. الحاجه العجيبه ان كل الناس اجمعوا على نفس الكلام، كل الناس تقريبا، مش كده سلمى؟ تقريبا كل الناس، ان انا بطلع لفوق وبشوف الاوضه اللي انا كنت فيها، وحتى انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا، وبعد كده بشوف نور ابيض بخش جواه وبشوف كل الناس اللي ماتوا قبل كده. دي الحاجه الكومن يعني او المشتركه اللي كلهم وصفوها، ماشي. وده كان موجود في كتب الطب، ووالدي الله يرحمه كان وراني الكتاب اللي كان موجود فيه 25 حاله. ده الكلام ده طبعا من زمان قوي. كان في واحد صاحب ابويا جراح قلب وصدر، فكان صاحب ابويا وسجل هذه الملاحظات. يعني القنبله بقى اللي سلمى عملتها ان جابت واحده ست قالت نفس الكلام بالظبط، بس اتولدت عمياء. طب ازاي واحده مولوده عمياء وتوفت وبعد كده رجعت تاني قالت انا اول مره في حياتي اعرف يعني ايه نظر، شفت كذا وكذا وكذا، زي ما حضراتكم قلتوا تفسير ايه انا بالنسبه لي يعني الله اعلم. بالظبط بالظبط. طبعا دخلت على الانترنت وقريت حاجات كتيره جدا، ولا الهوى ولا الهوى، مفيش خالص هذا الكلام. ازاي واحده اول مره في الحياه تقول انا شفت حاجه تانية خالص احنا ما نعرفهاش. يعني الحاجه التانية الحقيقه زي ما الدكتوره فاطمه قالت،
برضو بره لقينا انه فكرة تقبل الاخر دي يعني مش عايز اقول لحضراتكم قد ايه. اولا هم مستغربين ان احنا ازاي بنتقبل كلامهم بنرد عليه، رغم ان يعني سلمى كانت تقعد مثلا على بانل ومش عارف ايه، تيجي واحده بتقول كلام استغفر الله العظيم على ربنا ببقى عايزه يعني خلاص بقى ببقى على اخري، ان كلام لا يقال على ربنا سبحانه وتعالى. بس الواحد لما بيهدى وبيبقى عنده حجه، المهم يكون عنده حجه ويرد، دي بتفرق كتير جدا جدا. الغريبه بقى ان عندهم على فكره، عشان بس محدش يقول ان احنا لا متعصبين قوي، عندهم برضو نفس النوعين من البشر. النوع الاولاني عنده استعداد ان هو يسمع ويقول، وسلمى لما كانت بتقول طب كويس وكلمه عندك حق دي كانت جميله جدا. النوع الثاني ما بيسمعش، مش انت محجبه وجوزك مش عارف عامل ايه، ده واحده سالتها على جنب كده من ضمن الانترفيو عملوه في المانيا، فبتقول سلمى انا عايز اعمل معاك انترفيو، فانا داخل مع سلمى لا معلش خليك انت بره ماشي. فدخلت لسلمى وبتقول لها هو جوزك بيضربك؟ انا نفسي مش عارف هو جوزك بيضربك؟ والله العظيم انا مش طبعا ما اعرفش سلمى الاكزاكت ديالوج يعني، عشان الايه بس يا عمر افهم، عشان الايه الايه ايه واضربوهن عارف اسالك هذا السؤال عشان تشوف انت متدين ولا لا. بالظبط المتدين يا اخوان هو اللي بيضربهم. وجوز عليكي قبل كده؟ طب ما انتوا عندكم اربعه ان سو فورث. لما بيعرفوا بقى حقيقتنا يعني بتبقى لا الحكايه مختلفه تماما. فحكايه تقبل الاخر دي مهمه جدا. في تعليق بسيط على عمر بس اسقفه الاول. عمر ده ابني ونسيبي. الله يخليك. انا جات لي واحده ست في العياده بيضة وعينيها خضراء وشعرها أصفر بلونداي خالص كده، بتكلم لغة عربية أحسن مني، فأنا شكلها كده إيه ما يعني تستعجب فيها. قلت لها حضرتك مصرية؟ قالت لي أنا ألمانية. أقسم بالله العظيم القصة دي حصلت، قالت لي أنا ألمانية. قلت لها حضرتك بتتكلمي عربي كويس جدا؟ قالت لي أنا بقالي 25 سنة بدرس لغة عربية. فين؟ قالت لي في ألمانيا عندنا معاهد لغة عربية. قلت لها ليه؟ قلت لها اللغة العربية دي لغة شيك جدا، أشيك من الألماني والفرنسي والإنجليزي. طبعا السؤال البديهي، طلع قريت القرآن؟ قالت طبعا، ده هو اللي خلي لساني كويس في اللغة العربية. السؤال البديهي الثاني، أسلمتي؟ قالت لا. فطبعا إيه قلت لها ليه؟ قالت لي ما عندناش في ألمانيا الراجل أحسن من الست، وار ايكوال باللفظ كده، احنا زي بعض. قلت لها ولا في الاسلام كده؟ قالت لي لا. يبقى انت ما قريتش القران، ما مرتش على ايه الرجال قوامون على النساء. اقسم بالله العظيم يا اخواتي وانتوا قاعدين كده، اقسم بالله العظيم ان انا ما كنت اعرف الاجابه، والاجابه كان واحد بيوشوشني يقول لها قول لي هكذا. والله العظيم قلت لها ربنا قال الرجال قوامون على النساء، بس ما قالش الذكور قوامون على النساء. فقالت لي ايه الفرق؟ قلت لها الراجل ده صفه، ده مش جنس، مش راجل وست، لا ذكر وانثى، انما عايزه تقولي راجل لا، ورحت جايب لها رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال لا تلهي تجاره ولا بيع عن ذكر الله. وحتى اما تتجوزي ويطلع راجل هتبقي سعيده جدا، يبقى قوام عليك. طلع ذكر خليك انت قوامه، ربنا ما قالش غير كده. ومع ذلك اتجوزتي راجل طلع مش راجل تمام، ربنا ما حرموش من الميراث عشان ما يظلمش، قال الذكر مثل حظ الانثيين، ما قالش الرجل. الرجل ده صفه. قالت انا اول مره اسمع التفسير ده. قلت لها هذا هو التفسير الحقيقي. تعالي بقى الالذ بقى والالذ، بس الستات ما يسمعونيش. يعني ايه قوام؟ يعني خدام. قام فلان على القوم يعني خدمهم. فهو خدام بايه؟ بماله، بما انفقه وبما فضل الله بهم، بقوته يخدمها وبماله يخدمها. الآية مش مفهومة خالص. لكل الناس الرجال قوامون يودي واضربوهن. اضربوهن ده مين؟ ده الناشز اللي خلاص، دي خلاص يعني، دي واحدة طلعت بره بيتها وفجرت. طب قول لي لو انت بنتك عملت كده مش هتضربها؟ الضرب ده حاجة، ده عقوبة، وهتحط له شروط كثيرة جدا. عشان كده سألتك انت بتضرب مراتك ومتجوز اربعة ولا لا؟ قلنا لا تسعة مثنى وثلاثة ورباع، اثنين وثلاثة واربعة يعني تسعة.
بمناسبة انت قلت انا جوز الست، كان في واحد بيسأل صاحبه بيقول له مين صاحب القرار في البيت، انت ولا مراتك؟ قال له انا سيب لها الحاجات الصغيرة بس الحاجات الكبيرة لي انا. قال له صغيرة زي ايه؟ قال له العيال هيتعلموا فرنسية ولا انجليزي، نشتري مرسيدس ولا بي ام، نسكن في منتجع ولا في الزمالك، نروح نحج السنة دي ولا نطلع. فالراجل زهل كده قال له مال الحاجات الكبيرة ايه؟ قال له امريكا تضرب فيتنام ولا لا؟ السلام عليكم الأستاذة الجميلة سلمى. أنا مش عارفة كده الصوت وصل. طبعا بحييكي، مش انت يعني أنا شفت الفيلم طبعا من زمان، وبحيي الأساتذة الأفاضل. الاختلافات عن الفيلم كبيرة جدا، لكن أنا مش بس اللي انت قلتيها. طبعا انا بشكرك جدا على ان انت قدرتي تاخدي يعني صورة بانورامية عن اللي بيفكر فيه العالم الاخر قبل ما توصلي انك انت تحطي المنتهى اللي بتوصلنا اليه العقيدة في اليقين بالموت او اليقين انه احنا كلنا رايحين له. لكن المهم ان انت ايضا استخدمتي الايات القرآنية في الكتاب، وده ما كانش وارد في الفيلم، واستخدمتيها بذكاء واستخدمتيها في موضعها، لانك انت وصلتي بينا للنتيجه المهمه. فاستبقوا الخيرات، او قل لو اني اعلم ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهي النتيجه لكل الاديان او لكل اللي بيفكروا او لكل المختلفين، هو الاتفاق في ان الخير لا يختلف عليه. فحتى لو كان زي ما الايه الكريمه اللي انت استخدمتيها، لكل واحد شرع ومنهاجا، ربنا اعلم اللي يبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. فانت حطيتيها، وكنت اتمنى ان هي تبقى برضو في الخاتمه. التجربه بتاعه الاقتراب من الموت هي نوع من الوعي العالي او الوعي العميق الذي ياتي ايضا اثناء النوم. فربما دي كانت محتاجة انك انت برضو تقارنيها ببعض حالات النوم، لان حالات النوم ممكن نوصل فيها للوعي العالي. فمش عارفة هل ده كان وارد عليكي ولا لا. ده سؤال. نجاوب واحد واحد ولا نتكلم تاني؟ برضو بالنسبة للدكتور أسامة، هي نوع من الوعي، ولكن هذا الوعي يطرأ أحيانا في لحظات الـ يعني الشدة للجسد، وأحيانا حين يكون الإنسان أقرب إلى الله أثناء النوم فيستطيع أن يصل إلى هذا الوعي العالي الذي قد يرى به أيضا الملكوت. يعني عشان كده الصوفيين أو الشيء المهم أنك أنت تطرقت إلى الكوانتم فيزيك والاستنساخ والأديان الأسيوية، واللي بتفتن بعض الشباب الآن، وللأسف الشديد هم ابتدوا يعني بيشوفوا على الانترنت أشياء بتبعدهم عن الدين الحقيقي. واخدتيها وعرضتيها وحطيتها لهم علشان توصلي بيهم للحقيقة التي لا شك فيها. فده شيء رائع جدا. فأنا مع إن يعني أنك أنت أخدتيهم واحدة واحدة، وإن كنت أتمنى أنك يعني لو هتعملي إضافة أخرى ناخد أيضا تعريف الموت المختلف، ليست فقط التعريف الطبية ولكن التعريف في الأديان المختلفة، وكان بتتناول ده إزاي. فهل ده ما خطرش معاكي، ولا كان فقط ما بعد الموت هو الأهم من الموت؟ يعني الموت بالنسبة للدين الإسلامي هو كائن حي، وهو مخلوق قبل الحياة، هو مخلوق من المخلوقات، وسيأتي يوم أيضا ويموت الموت زي ما كلنا عارفين. فممكن أيضا نضيف هذا ولا إيه رأيك؟ ده سؤال تاني. السؤال الثالث، هل إحنا في حاجة إلى عمل مقارنات لأكثر من هذه الأديان وهذه المناظرات ما بين الأديان، أو ما بين زي ما نقول إيه الفتن التي تشد الشباب اليوم، علشان نحصرها أكثر بإجابات أوضح، ولا هل نكتفي بهذا القدر؟ شكرا لك على كل الجهد، وشكرا لك على إضافة الآيات، وشكرا لك على أنك أنت عملتي هذه البانوراما الرائعة جدا جدا. ربنا يوفقك ودايما لأحسن. الحقيقة أنا وأنا بعمل الفيلم أنا قصدت بحكاية اللي هو الاقتراب من الموت الظاهرة دي، أنا ما كنتش أعرفها، يعني كنت سمعت عنها زمان بس ما كانتش على بالي وأنا بعمل الفيلم.
وبالتالي انا لما كنت بكلم الملحد، الملحد مش عايز يفهم غير اللي بيشوفه. اوكي، فانا رحت قعدت على جوجل وقلت طب اقنعه ازاي ده، ما هو لو قلت له اي حاجه هو مش عايز، عايز يشوف حد مات وصحي بعد كده عشان يقتنع ان في حياه بعد الموت. فرحت كاتبه على جوجل هو في حد مات وصحي بعد كده، وانا طبعا بضحك وانا بعمل كده، بس فبصيت لقيت طبعا حاجات كتير، اجابات كتير نونسنس، يعني ناس عماله تقول اه انا مت وجيت، وبيحكي طبعا بتحس ان هو بيتكلم كده وخلاص، يمكن حلم يمكن بتاع، انا ما اعرفش. بس هو النير ديث اكسبيرينس او ظاهره الاقتراب من الموت لقيتها دوكيومنتد او موثقه في ابتدى جورنالز ابتدى طبيه معروفه، واطباء اتكلموا فيها وكده. بس حكايه الوعي اثناء النوم، في دكتور اتكلم فيها ساعتها، وانا لما عملت مع انترفيو اتكلم حكايه ان الوعي المعزز اثناء النوم، وفي ناس بيحصل لها زي نير ذات اكسبيرينس اثناء النوم. بس انا ما لقيتش حد يعني حصلت له الحكايه دي عشان اقدر اتكلم معاه. انا كنت كل اللي اقدر اعمله ان انا كنت بتكلم مع الدكاتره، والدكاتره هم اللي بيعرفوني المرضى. على فكره في نقطه مهمه، هو ظاهره الاقتراب من الموت بيبقى العيان ما ماتش، هو بيبقى هو في حاله، هو في طريقه الى الموت، لكن ما بيكونش مات طبعا، ولو كان مات يبقى خلاص مش هيرجع تاني يحكي لنا. انما مثلا الناس اللي هي العيانه اللي الدكتور عمر قال عليها، اللي هو قال لي ايه ده ازاي تبقى بلايند ما بتشوفش خالص وبعدين تيجي تشوف اثناء التجربه. الحقيقه هم كانوا حوالي هم حاجه و30 عيان، كان دكتور في امريكا عمل عليهم بحث، فانا كان لازم اروح له الاول، وهو اللي وصلني للمريضه دي علشان خاطر اعمل معها انترفيو او كده، فهو اللي متاح ليا اللي هو بيبقى دوكيومنتد. لكن لما اي حد بيقول لي انا حصل لي كذا ما بقدرش اخده واخد كلامه، لازم يبقى كلام موثق ولازم يبقى كلام كده عشان يبقى ليه ثقل يعني. فهو ده اللي خلاني ممكن قوي طبعا يعني ممكن يتم. بس انا قصدي عشان بتكلمي الناس كلها لازم يبقى كلامك موثق، لازم يبقى فيه reference by كذا، مرجعيته كذا، documented by الطبيب الفلاني في البحث الفلاني في كده. بس لو كل واحد، انا عارفة ان في حاجات اكتر من كده بكتير، بس ما مش هتبقى ليها اي مصداقية للناس عموما، الناس عايزة تشوف حاجات موثقة. بس انا مش عارفة كان في سؤال تاني ولا ده لازم. على فكرة لازم فعلا ان احنا نعمل، لان فعلا انا شايفة ان دي مشكلة جامدة جدا، ان الولاد بيتعرضوا دلوقتي، ولادنا بيتعرضوا لطيارات غريبة جدا. لازم احنا الناس يعني عموما الناس المثقفة كلها تاخد عاتقها ان الولاد يعرفوا يبقوا اولا نمرة واحد. انا ضد ان الناس ان ولادنا نقول لهم ما تقروش وما تعرفوش ونحجمهم على اساس بدافع ان احنا بنحميهم، دي مش حماية. احنا الحماية ان احنا نعرفهم ونعرفهم. ايوه بالضبط. ايوه سنسأل حضرتك سؤال مهم جدا، ما هي النشأة الدينية الصحيحة؟ يعني انا اعتقادي يعني ان ساعات كتير جدا يعني مش عارف المثل بيقول ايه، من ظهر العالم فاسد. انا يعني النشأة الدينية الصحيحة دي مفهومها فيه جدا جدا جدا. يعني خليه يصلي، كم واحد مصلي وحرامي او يعني حرك قصدك انك تهتم بالعبادات اطلاقا. ده العبادات دي واحد على مية من انك تنشئ واحد نشأة سليمة. يعني انا هقول حرك حاجة، في كذا حاجة كده في القرآن. اولا كل رجال الدين وهم على رأسنا من فوق ونحترمهم احترام شديد جدا، لكن اهتمامهم كله بالعبادات فقط. حضرتك تعالى في اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، تمام، كلكم حافظين الآية، فاسعوا
الى ذكر الله. تاني هقولها، فاسعوا الى ذكر الله، فاذا انقضت صلاه فانتشروا في الارض، واذكروا الله كثيرا. كلمه كثيرا ما تقالتش وانت رايح تصلي، ما تقالتش وانت رايح تصلي، ده اتقالت بعد الصلاه اللي هو العمل. لو حضرتك خليت ابنك يشتغل سليم انت خليته يتعبد جدا. حضرتك بتتعبد قد ايه لو عشت 80 سنه؟ انا حسبتها بقى بالتعريفه، يعني مش صلاه العشاء 10 دقائق والمغرب 7 دقائق والظهر 6 دقائق والعصر 8 دقائق. هل تعلم لو عشت 80 سنه انت تعبدت سنه؟ سنه. لو جمعت الزمن ده كله يطلع زمن سنه. هل ربنا العدل ان يحاسبك من عمرك الثمانين على سنة عبادة؟ أظن ده قم. إنما الشغل تعالى، فإذا فرغت فانصب. انصب يعني اتعب. طب وهي العبادة متعبة؟ بالعكس، ده الرسول كان بيقول لبلال أرحنا بها يا بلال، فتعب في الشغل. فإذا فرغت من الصلاة ابتدي الشهر. إحنا المفهوم عندنا مقلوب بقى، اللي هيقعد في المسجد ثلاث ساعات وقيام الليل وكلام ده كله، أنا ما بعترضش على دول حاشا لله، لكن كل رجال الدين اهتمامهم. احنا كنا بنحج السنة دي، جالنا واحد شيخ كبير جدا سعودي، فبيقول بيجي لنا ايام منا طبعا لازم عشان يدينا درس وكده، ده العادي يعني. فبيقول لنا تحبوا تسألوا ولا اديكم محاضرة؟ فمعظم الناس قال لا نسأل. فاول واحد قال له فضل قيام الليل، قال له ذكر فيه ثلاث احاديث والآية دي تشير إليه كده، فضل ركعتين قبل الفجر كذا كذا، فضل صيام الاثنين والخميس كذا كذا، فضل الثلاثة عشر واربعتاشر كذا كذا. اتهروا اسئلة لمدة ساعتين. انا قاعد تحت رجليه وبصص له ان في حاجة في عينيه انا مش فاهمها. بعد قال خلصوا ولا قال انتوا مسلمين نوتنا ورب الكعبة، قال انتوا مسلمين نوتنا بتسألوا على العبادة المجانية بس، محدش قال فضل عشرة جنيه ديها الغلبان ايه. انت بتعمل عبادة المجانية اللي مش هتكلفك حاجة، تقوم الليل وتصوم اتنين وخميس والكلام. طبعا احنا مش بنعترض على اللي بيعمل كده، بس العمل انا رأيي رقم واحد، رقم واحد العمل. ذكر في القرآن 32 مرة، 32 مرة. ربنا ايه اشتغل اعمله واعمله كتير جدا. لا احنا كرجال دين بقى اهم حاجة عندنا العبادات، لا الاثنين ايكوال. الاثنين طبعا اللي بيشتغل وما بيصليش عايز ضرب البلغ، ما بيصومش عايز ضرب الجزم، هو يشتغل ويتعبد الاثنين. ولازم نعلم ولادنا هاند ان هاند، هي دي اللي انا قصدي النشأة الدينية. اشتغل ذاكر، هو ذاكر دي مش عبادة؟ هو انا لما يجيلي عيان واتقن عملي فيه ربنا مش هيكافئني؟ هو الرسول تعبد قد ايه من عمله وجاهد قد ايه عشان انت تبقى مسلم؟ احسب النسبة هتلاقي واحد لمية. علا عبد المنعم حسبل، اخت سلمى كبيرة بس مش بكتير. لا انا كنت بقول تجربتي ان انا من سنتين كنت عيانة قوي وجالي زي انفجار في المصران، وفي يوم بالليل شفت كل الموتى الحقيقة، فكانت تجربة بالنسبة لي صعبة. حتى أنا حكيتها لسلمة وقالت لي إن دي تجربة ذكرت قبل كده، شفتهم كلهم بيتحكوا كل اللي أنا عارفاهم. فدي كانت بالنسبة لي كان يوم يعني ما يعلم به إلا ربنا. أنا عايز أسأل سلمة سؤال، أنت الكتاب بتاعك ده أو الفيلم حسيت إن في حد اتأثر منه أو غير من حد، يعني في حد اتأثر او غير من حد الكتاب ده عرفتيه حتى لو واحد؟ الحقيقة انا نفسي يعني بس زي ما كنت عرضت في الكوستشنير، كان في حد كان قال لي ان هو خلاه يفكر، ودي طبعا بالنسبة لي دي انا كنت سعيدة بالحكاية دي. اصلا هو اللي بيتفرج على الفيلم وبيمشي ما بيرجع ليش، يعني مثلا بيبقى زي ما حدش بيرجع لي تاني. انا بس من الكوستشنير ده قدرت اعرف شويه يعني، انما نفسي جدا اسمع عن حد فعلا يكون اتاثر، هبقى سعيده جدا يعني. يا رب. انا اتاثرت يا سلمى، كلنا اتاثرنا. يلا هتخليني اداء مع كل واحد منكم. طبعا انا ما قريتش الكتاب لسه، بس انا عندي فكره عن الموضوع من ساعه لما اتعمل الفيلم ومتابع مع سلمى. بس انا النهارده انا سعيد جدا 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 وحاسس ان انا اتغذيت رغم ان انا عارف الموضوع.
ودكتور حسام طبعا دكتور أسامة والكلام اللي بسمعه جميل جدا واتغذيت منه وسعيد. بس ليه بعض الموضوعات ممكن أو الكلمات اللي ممكن تثري الموضوع. أول حاجة أنا خدت بالي أن أنت حطيتي لما كلمتي على العقل حطيتي المخ وعملت عليه إكس. المخ حاجة والعقل حاجة تانية خالص. المخ عارفينه أهو لا كمبيوتر، لكن العقل حاجة تانية. العقل لم يذكر في القرآن إطلاقا، لفظ العقل لم يذكر في القرآن. الفعل يعقلون هو اللي ذكر، لكن العقل نفسه لم يذكر. اللي مذكور هو القلب. ففي فرق بين العقل المخ والعقل والقلب والنفس والروح والجسم. فالبني آدم في مننا في تركيبة كل ده، وزي ما بيقولوا كل حاجة من دي ليها حضور، ليها حدود وليها حضور. يعني ممكن الجسم نقول ان له قياساته طول وعرض وارتفاع. بعد كده ممكن اقول ان في عندي ليفل اعلى شوية اللي ممكن اسميها النفس، بيسموها يعني الناس الصالحين بيسموها اللطيفة الربانية. وبقدر ما تتشكل بقى، لو هتبقى إيمان فهي الجهة تتسمى القلب، لو هفكر وأبني بالتحليل والعلم وبتاع نسميها العقل، لو هتبقى فيها النزعات هتتسمى النفس. والنفس هي اللي فيها الكلام. فدي دي دي حاجة. الحاجة الثالثة كمان اللي مثلا لما بنتكلم على تجربة ما قبل الموت وهو الغيبوبة. طيب ما هو احنا لما بننام والست العمية اللي شافت، طب ما احنا واحنا نايمين بنشوف وبناكل وبنشرب وبنستطعم وبنتألم وبنتقرص وبنتوجع وبنشوف كل شيء واحنا نايمين. ممكن نقول ان اللي هيفسر يقول ما هالاحلام دي ان انت اللي بتشوفه اللي جعان يحلم بسوء العيش اللي في نفسك. طيب ما فيش تفسير علمي للرؤية، ما فيش تفسير علمي يفسر لي ان واحد شاف حاجة ان هي تحصل بعد 10 أيام ولا بعد شهر وبيشوفها وبتعمل. فدي الملحدين او غير الملحدين، ما دي قدامهم اشكالية، هم اللي عندهم اشكالية قدامهم. يعني قدام انتوا بتقولوا العقل، طب انا لما اطرح لكم بالمواضيع ديت طب ما انتوا مش هتفسروا لي يعني ايه رؤية. بس فدي كانت الثلاث نقط بس اللي حبيتها. وبمناسبة الرؤية والحلم دي مهمة جدا لحضرتك اثرتها. كلنا بنحلم، لكن الرؤية خصصت للصالحين فقط. لقد صدقت الرؤية يا إبراهيم، اللي شافه بيذبح ابنه ده رؤية. وقالوا أضغاث أحلام، ده اللي كلنا بقى. إنما الرؤية ده قصة تانية خالص، زي سيدنا يوسف لما فسر والكلام ده كله. إنما كل واحد بالليل بيحلم فعلا بسوء العيش لو كان جعان. السلام عليكم. غادة طبيبة، اتشرف ان انا كنت تلميذة الدكتور حسام النهاردة. حسيت ان انا يعني كبرت قوي والايام عدت وسنين عدت كتير قوي. دكتور حسام حضرتك كنت مربينا زمان على كلمة هلك المتنطعون، عرفتنا يعني ايه الفرق بين الجدل والجدال. النهاردة عايز اسأل سؤال، هو مش سؤال جدال بلا معنى، هو سؤال اللي دكتورة إيمان سألته وأنا معرفتش الإجابة برضو. حضرتك ليه اخترتي الأوروبيان سوسايتي أو الأمريكان سوسايتي؟ ليه ما تشتغلناش على المجتمع العربي والمجتمع الشرق أوسطي؟ مع إن الموضوع ده بالنسبة لهم شوية شائك، إحنا ما عندناش ثقافة الاختلاف شوية. القصة بالنسبة لنا كانت هتبقى ممكن تكون مور انترستينج شوية عن اختيار مجتمع هو أصلا عنده حرية تفكير. تمام. النقطة الثانية المتعلقة بالموضوع ده، اللي احنا حرية الاجتهاد اللي احنا اتكلمنا عليها، حضرتك قلت الفقه متاح للجميع ان احنا نفكر في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على تقديس البخاري. احنا تقديس البخاري، احنا لحد دلوقتي مش مسموح لنا ان احنا نتناقش في الاحاديث اللي وردت في البخاري. مش قادرين نقول يا جماعة ما دام ما ننزلش بيها نص واضح فهي قابلة للنقاش. احنا لحد دلوقتي اللي بيقدر يتكلم في الموضوع ده قطع رقبة من الدولة نفسها قبل المثقفين. تمام. وفي ناس كتير اتحبست بسبب كلمة خارجة عن المجتمع. اوكي دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى سؤال لحضرتك، ما تزعلش مني، انا عندي فضول اعرف ايه الحاجة الواضحة في القرآن اللي بتحرم الخمر، لان الاوامر الواضحة في القرآن كانت واجتنبوه
تمام. فالتحريم الواضح ده فضول ده فضول بقى. ماشي وهستنى إجابة دكتور. اسمك ايه؟ غادة. بصي يا غادة، الموضوع ده كنت في نادي الصيد، احنا اعضاء في نادي الصيد من وانا طفل يعني، شوف طفل دي مثلا من 3000 سنة، وواحد قال الكلمة دي وانا سني 14 سنة، والله قال ربنا ما حرمش الخمر من 14 سنة ل 28 سنة وانا بدور عليه. من 14 سنة لسن 28 كنت اتخرجت من كلية الطب لقيتها، قعدت ادور عليه مش لقيه، ابن الكلب مش لقيه خالص. هو ربنا قالك تنيبوه صح؟ لا انا هجيب لك، انت اللي مضايقك ان مفيش حرم عليكم الخمر، دي اللي مزعلاك. لا هي مش هي، ما أنا هي فكرة مش مزعلان، فكرة ان انا هقول لحضرتك تاني اتعودنا ان احنا نشغل دماغنا بس. مزعلة الناس اللي اللي بيقولوا لا، يعني شمعنا في الخنزير ربنا حرم الخنزير، في الدم حرم الدم، في الزنا حرم، انما في جيف الخمر وقالك تنيبوه. هقول لك حاجتين بس ركزي ركزي. رقم واحد، اجتنب اشد من التحريم، اجتنب اشد من التحريم. يعني سيادتك بتاكلي خنزير، من حقي اقعد معك على الترابيزه، انت كلي بس انا هو محرم عليا، انما سيادتك بتشرب خمره ما اقعدش في الحته اللي انت فيها، ادي اجتنب. نمره اتنين، يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اثم ومنافع واثمهما اكبر من نفعه. خلاص يسالونك عن الخمر والميسر فيهما اثم ومنافع واثم، خلاص يبقى وصفت علينا اثم، في شك في دي؟ امشي بقى 23 صفحه في القران، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والاثم والبغي بغير الحق، يبقى هو في آية وصفها اسم وحرمها في آية تانية لذوي الألباب، هو عايز واحد يشغل مخه، إنما هو سايب الناس. لأن أولا أما أجي النهاردة أقول في مصر ممنوع السواقين، ده نعمل كارثة، أعمل كارثة. ليه؟ لأن أنا بغير نظام المجتمع مش عليه. الخمرة كانت في الجزيرة العربية من الصعب جدا أنك تقولي تنزل آية الخمر حرام، كانت صعبة جدا، فربنا خدهم على مهلهم كده، لكن هي محرمة تحريم صريح. يسألونك عن خمر الميسر قل فيهما إثم ومنافع وإثمهما أكبر نفعهما، امشي 22 صفحة هتلاقي قر إنما حرم، أهي واضحة، ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق. نقطة معلش آخر، والله أعلم. آخر سؤال بقى، أنا بحمل في نقطة، أنا حضرتك شايف إن قصة الموت جذع المخ أو بريز تيم ديث هو قرار قانونيين وقرار رجال الفقه وأنا شايف أن هو قرار أطباء لازم يكون تحلوا بالشجاعة صح. ونواجه المجتمع إحنا في أنا مش رعاية بس أنا حضرت فترة طويلة في الرعاية فحضرتك أكيد يعني عارف المعلومة دي كويس جدا أستاذنا طبعا الناس اللي بتمشي على أدرينالين بامب والهارت بيبقى جاست إلكتريستي بس من غير بامب إحنا بنوقف الأدرينالين بامب صح وناخد ديسيجن وانس وقف الادرينال بامب والقلب يقف والعيان هيموت وانا عارف ان العيان هو اوريدي ميت انا عارف ان هو ميت وشغال بالادرينالين هي نفس القصه اللي بتخلينا اوقف الادرينال بامب وانا عارف ان ده هيؤدي في النهايه لشهاده الوفاه ما انا ممكن نفس القصه اوقف الاجهزه واخد انا الديسيجن وهواجه المجتمع ومعايا اللي يحميني بعلمي انا موافق جدا 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 كان انا بقالي 28 سنه دلوقتي بشتغل عنايه مركزه 28 سنة المصايب اللي انت بتقولي دي انا عايش فيها كل يوم بالليل بتطلب عشان نوقف الاجهزة ونوقف الادرينالين وكلام ده. لكن ده مش حقنا ده مش حقنا خالص ليه هقول لك ليه انت وقفتي الادرينالين دلوقتي جالك واتساب من امريكا ان في دواء جديد طلع لجذع المخ بعدها بدقيقة بعد ما موتي الراجل ده هتعملي ايه يعني بصي المسألة ما تتناقش كده هو مش عايزة هو مش مجموعة فيه عند كبيرة مش جدا مش في قوانين لحالات ممنوع السي بي ار فيها لا خالص خالص لا مش في سي بي ار ممنوع في حالات ممنوع فيها السي بي ار لا دون تريس طيب طب بالله دي عليها خلاف شديد جدا جدا استنى لحد دلوقتي دي ابوه واحد يعني عنده سرطان ومنتشر في جسمه سنه 85 سنة وين على ابوه لازم يموت كل الكلام مش لازم يموت بس لو ما تشتغلش تو ماتش لا هي الفكرة ما تشتغلش تو ماتش هتشتغل بس انا بصي انا انا بصي عملت اجتماع مره لجميع رجال العنايه المركزه في مصر جميع رجال العنايه المركزه في مؤتمر عندنا عملنا على هامش المؤتمر الساعه 8 بالليل كان حوالي مثلا 800 واحد بيشتغلوا عنايه مركزه قلنا لهم هل واحد قلبه وقف نسيبه لانه حالته وحشه ولا ريسيتيشن يعني ايه انعاش قلب نعمله ولا ما نعملوش من ال 800 790 قالوا لا لازم نعمل طبعا
انا ما اقدرش اشوف واحد بيموت قدامي واتفرج عليه. موراليتي ده ايه؟ ده 870 من 9 10 شبه صايعين كده لا يحب يسيبوا يموت ينعل ابوه. بس هو ده اللي كان ينعل ابوه يعني. واحنا حطينا مواصفات انا حطيتها بال 85 سنه سن كبير والسرطان ومنتشر في جسمه وقلبه وقف. اقسم بالله العظيم من 800 790 قال ما اقدرش اسيبه. واحد قال لي يا دكتور حسام ازاي بيشهق واسيبه؟ قال لي ازاي واحد بيشهق واتفرج عليه؟ اقول له لا خلاص كفايه عليك كده. هل انا مندوب ربنا في الارض؟ فعشان كده قضيه شائكه جدا يا بنتي جدا، عايزه ناس كتار جدا. ويا حبذا لو احنا الدكاتره مش مشتركين خالص، يقولوا لنا الخبر يجي لنا لحد عندنا. ما انا هشخص، هو دي الفكره، يقول لي عندما يكون موت جزء مخ اطفي الجهاز. دكتور انا بقى دي شغلتي واساله ايه اهل الذكر ده موت جزء مخ حط في جهاز، انما انا اللي اقول نو. والله بص حضرتك اللي بيحصل، عايز تعرف اللي بيحصل، احنا بنسيبه عايش واهله بقول له ايه عندي في القصر العيني، القصر العيني عندي اليوم ب 2000 جنيه لانه حكومه، فبيقول لي فلوسي خلصت. اقول له بص سيب ابوك 3 ايام بعد ما يموت يبقى تعالى خده ما تدفعش. انا بقول له كده خلاص ما تدفعش، بطل واختفي اختفي، احنا مش هنقدر نوقف الاجهزه نيفر ولا نقدر نوقف، تعالى خده. ولما يموت بعدها بيومين كده بتعالى اقول لي اب ميت هنا عايز استلمه. على فكره مش شرط اب يعني. في بس لسه الإجابة بتاعت ليه ما عملناش التكل المجتمع العربي وحدود حماية حرية الفكر. بس أوكي أستاذ سوزان تفضلي عندك سؤال. أوكي بالنسبة دكتورة على فكرة يا إخوان أنا بطلت أشتغل في مستشفيات خاصة عشان القضية دي، قضية اللي هو على جهاز تنفس صناعي وبيدفع. انا بطلت اشتغل مستشفيات خاصة، بشتغل في القصر العيني بس عشان القضية دي، لان عندنا كتير جدا جدا يوميا عندنا واحد فلوسه خلصت وعلى جهاز تنفس صناعي. وتصرف يا دكتور هتجاوبي بس تجاوب الاول. بالنسبة لسؤال الدكتورة غادة، هي بتسألني تاني انت ليه اخترتي المجتمع الاوروبي او الغربي. هي انا مش عارفه هو كان تقصدي حضرتك بالمجتمع الغربي الناس اللي في القطر؟ يعني انا مش عارفه الدكتوره غاده لا عينات قصدك على الناس اللي في القطر. اللقطه عملنا مقارنه بين ثلاثه دي مثلا. انت قصدك على اراء الناس. هقول لك نعم. الفيلم كان بالانجليزي، ما هو انا اخترت اللغه الانجليزي فانا كنت اجيب ناس ما هو الناس اللي هي ما هو بصي هقول لك على حاجه. عندنا مثلا عشان خاطر تلاقي حد يقول انا ملحد في مصر مش سهله، عشان تجيبيه يتكلم في انترفيو ويقول حتى لو قال فهو لا مش يعني خصوصا في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه الفيلم. يعني هو دلوقتي اللي بيطلع بيقول انا ملحد بيقول انا ملحد، يعني الى حد ما بقى الموضوع دلوقتي مش زي قبل كده. بس الوقت اللي انا عملت فيه الفيلم طلع 2011، فلقيت انا كنت بكلم مع بعض الملحدين في التليفونات كانوا يرفضوا تماما ان هم يطلعوا طبعا انترفيو. لك انا هقول لك معلوماتي. وبعدين على فكره باي ذا واي هم كلامهم واحد، ما تفتكري ان ملحد هنا غير ملحد هناك، هما بيتكلموا زي بعض جدا. بالعكس هو الملحد اللي هنا انا بعتبره وانا يعني انا بينقل الكلام اللي هناك بيقوله نقلا عن هناك، يعني مش فبالظبط انا ما لقيتش اختلاف. بس هو ده ما يقدرش يقول وده يقدر، فخلاص فهو ده كان سبب. بالنسبه للقطر انا فعلا كان الموضوع كان التكلفه كانت باهظه جدا، والمخرج اللي هو كان في اوروبا في جزيرة جيرسي بالتحديد هو كان مقتنع جدا بموضوع الفيلم. بس عشان انا كنت طالبة في القطر في الركاب ان هم يكونوا من كل العالم، الصيني والعربي ومن كل العالم، قال لي ده التكلفة هتبقى باهظة عليكي. انا كنت بكلف انا وعمر يعني التكلفة
كانت هتبقى باهظه جدا. هو بيقول لي انا مش عايزه اغلي عليكي، انا اسهل اجيب ناس ان هم هيمثلوا في القطر يكونوا من البلد نفسها عشان تبقى التكلفه تقدري عليها. ففي حاجات معينه، محددات معينه غصب عني طبعا ان هي كده بس. ف اوكي مساء الخير. انا سوزان التميمي. طبعا بشكر ضيوف المنصه اثرونا، واولهم طبعا استاذي دكتور اسامه ودكتور حسام، اسعدتنا جدا. يعني اللقاء ادبي بصبغه طبيه، فانا سعيده باللقاء ده جدا. طبعا مش هينفع اقول شكرا لسلمى حسب الله، لان سلمى حسب الله لو هقول لها شكرا فهقول لها شكرا على وجودك ككاتبه وكمثقفه مهمه جدا، وحقيقي كان لها اعمال مهمه. لو اتكلمت عن سلمى حسب الله فشهادتي فيها مجروحه، ده معروف. وقبل ما انسى انا بشكر الدكتور عمر الجندي المجهول في حياه سلمى. يعني اي وحقيقي هي كل ندوة لها بتشيد بدور الدكتور عمر في حياتها. يعني مش مجهول خالص. الحاجة التانية اني لو اتكلمت عن ابداع سلمى حسب الله، فاعتقد ان سلمى حسب الله نوع من الابداع المركزي السنترال، لانها ما عندهاش فكرة تقبل الاخر بقدر ما هي تضع نفسها طول الوقت مكان الاخر، فكأنها واقفة في السنتر وبتتحرك بشكل دائري، فتبدأ تاخد أدوار كل الكراسي اللي حواليها، فتبدأ تتكلم بمنتهى الطلاقة عن كل الأطراف وكأنها جزء منهم أو جزء من الحالة. وده كان طبعا في أعمال أدبية لها كتير كنت قريتها لها. هي صاحبة عين ثاقبة، يعني في رواية لعبة آدم مثلا هي عملت ده، تقمصت كل أدوار الشخصيات بتاعت الرواية وبدأت تتحدث بلسانهم ومواقفهم وتضع نفسها في ردود أفعالهم وكذا. في مازال عطرك يغمرني عملت نفس القصة. العين الثاقبة اللي بتكلم عليها أني عارفة الموقف اللي كان سبب في رواية مازال عطرك يغمرني. هي مفيش حاجة بتعدي عليها كده ببساطة أو بسهولة، لكن بتراها بعين ثاقبة ناقدة. أعلم أنها تهتم بكل تفصيلة في الكتاب، فحتى في كتابنا النهاردة مثلا، يعني أنا عارفة أن سلمى كان لها دور مهم جدا في تصميم الغلاف. فكرة العتبة الأولى للنص هو غلافه، فهي صاحبة رؤية في أنها تديني إحساس بكل حاجة من غير ما تشي بأي حاجة. لا أدخل جوه العالم، أنا بفتح لك البوابة، بدي لك الجسر اللي ما بقولكش إيه بعده. فكانت عتبة هايلة للنص. الاسم كعتبة، هي ما قالتش الموت ولا قالت إن حياة ما بعد الحياة مثلا، لا هي سابتها مفتوحة، عتبة مطلقة ما بعد الحياة وبس. انت بقى هتراه موت، فلان هيراه حياة اخرى، علان هيراه حساب وعقاب، كل واحد من وجهة نظره. زي بالظبط لقائنا مع ربنا عز وجل، كل واحد فينا واقف في زاوية على الكرة الارضية وفي خط ممدود ما بينه وما بين السماء. الخط ده مع اختلاف مواقعنا كل واحد بيراه من زاويته. كلنا ما بنعرفش ربنا بنفس الطريقة، لكن كل واحد فينا جيناته بتقوله ان في ربنا. فده ببساطة جدا. سلمى ولدت جوايا انا، يعني واعتقد ان انا من اسرة الحمد لله يعني ملتزمة دينيا بشكل ما، خلتني ابحث بعد سن الاربعين ان يدور على رحلة الروح، وانا ما كانش عندي الكونسبت ده. كلنا عندنا فكرة الثواب والعقاب والطاعة والطاعات وتقربوا الى الله بالطاعات وكذا وكذا وكذا، دون ان نعي ان ده جزء من 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 جيناتنا، لكن عمرنا ما فكرنا نفكر رحلة الروح دي بتروح فين. فسلمى كانت انجن، مولد ابداعي، مولد للفكر. يعني هي حالة ابداعية يعني عبقرية. احنا مسمينها كأصحاب على فكرة، وسر وشيعه الآن انا مسميها شخصيا انا واصدقائي عبقرينه. فهي فعلا عندها القدرة العبقرية بالصبغة الأدبية والتنظيم الذهني العلمي ما يسمح لها ان تكون سلمى حسب الله اللي بنتكلم عنه، وليس ابدع من هذا. بشكركم جميعا.
زكي خلفة مدير النشر في دار البشير. يعني أنا مش عارف شهادتي مجروحة ولا لا، بس أنا يعني من المتيمين بإبداع الأستاذة سلمى حسب الله. يعني مش عايز أقول إن هي يعني فنانة فعلا. أستاذ سوزان طبعا يعني قالت جزء كبير جدا من اللي كنت عايز أقوله، فيعني أثرت عليها المسافة. بس هو أنا يعني مبهور بها حقا، وده أنا بقوله في كل مكان، لأن هي يعني خدت أعلى درجات في كل حاجة. يعني في الكتابة الإبداعية لها عدد من الروايات كلها أجمل من بعض. يعني ما بتعرفيش أو ما بتقدرش أن أنت تقرأ حاجة وتقول الرواية دي أجمل من الرواية دي فعلا حقيقي. أنا رواية لعبة أدم كانت أول تجربة لنا مع الأستاذ سلمى. دي رواية عبقرية جدا، يعني أنا شايف على مستوى الحبكة الروائية ما شفتش حد عمل حبكة بالجمال والحلاوة والإتقان بتاع الرواية ديت. الفترة دي العلاقة بين مفهومنا احنا للموت ومفهومهم هم للموت. فالحقيقة انا مستغربة من مظاهر اللي احنا بنشوفها لما حد بيموت حوالينا، ومستغربة لاستقبالنا للموت باستقبالهم هم للموت. لما بشوف المقابر عندهم بلاقيها مليانة بالورود، بحس ان انا داخلة حديقة مش داخلة مقابر، في حين ان عندنا احنا بحس ان الحياة بتنتهي مع موت احد الاشخاص. وحتى عندنا في المستشفيات بتبقى يعني لو حد مات بتبقى يعني يوم كده كله صويت ومناظر يعني صعبة. كمان قريت مقولة قريب، المقولة دي بتقول ان هي صراحة خلتني افكر، يعني ان كثيرا من الاطباء يقضون حياتهم في صراع الحفاظ على حياة مرضاهم، في حين لم يبذل اي منهما وقتا لكي يموت مرضاهم بكرامة. فعلا احنا بنقعد نبذل وقت ومجهود عشان العيانين يفضلوا احياء، لكن ما حدش بيفكر ان العيان ده يموت بكرامة. يعني هو المهم ان هو يبقى حي وبس، لكن ان احنا خلاص الراجل مات فمات بقى حقه ان هو ينتقل لحياة اخرى. لا، احنا عايزينه يفضل حي كده، يعني نايم على سرير واحنا نروح ونيجي عليه، لكن ان هو يموت ينتقل لحياة تانية لا. ف ايه بمعنى تمام. بس في عيانين فعلا بيبقى نايم على السرير هو خلاص، يعني انا قرح وتعبان يعني خلاص، لكن اهله مصممين ان هو يفضل موجود، ان هم يروحوا ويجوا عليه. ما اعرفش، انا ده رايي، يعني ممكن رايي يحتمل الخطا. انا بحس ان دي نوع من الانانيه، هي الانانيه متجسده في هيئه الحب. يعني احنا بنقول ان احنا بنحب الشخص ده وعايزين يكون موجود وسطنا، بس احنا بحس ان احنا بنحب نفسنا، بنحب احساسنا بوجود الشخص ده. الشخص ده بيمثل لنا الامان، فاحنا عايزين نحافظ على وجوده لحفاظ الامان لينا احنا. لكن الشخص ده لو هو واعي وسألناه انت كده مرتاح، هيقول لا انا مش مرتاح، انا نفسي اتنقل تاني الحياة التانية اللي انا مفروض اروح لها. طيب يعني تسمح لي يا دكتور عمر علشان ما نخرجش عن الموضوع الرئيسي للندوة، ودي يعني كلها نقاش لن ينتهي الى حل حقيقي. يعني تسمح لي، انا بشكرك جدا على اقول لك كلمة واحدة قبل ما تمشي. دكتور حسام كلمة هيقوله، ساعات كتير فعلا لك حق، we prolong the death of the patient. احنا بنأجل تاريخ وفاته ونحن نعلم جيدا ان الرجل ده قد لا يتحسن، انما انا مهمتي ان انا ماشي على الآية، ومن احياها كأنما احيا الناس جميعا. تمام. انا مش مهمتي موت واحد خالص، افضل معاه لحد ما هو يموت. تمام. انما انا اقول لا، مين قال ان انا قراري صح؟ مين قال كده؟ تمام. شفت عيان ايدز مثلا اقول لا خلاص ده هيموت، مين قالك؟ ما هو جايز ده 30% من الامراض سيلف ليميتنج، بيخف لوحده. تمام. 30%. فمن احياها كانما احيا الناس جميعا، ده مهمتك كطبيبه. تمام. مش مهمتك تاخدي قرار ان ده يعيش ولا لا، انت لستي مندوب ربنا في الارض. صحيح.
تعليق اخير على الاستاذ اللي هو اتكلم في الاخر وبيقول بس هرد بس على بعض معلش لا انا لفت نظري بس كلمته في الحياه انا فعلا في ايه بتقول يا ليتني قدمت لحياتي فهي فعلا الحياه اللي جايه ولا الحياه اللي احنا عايشينها نسال فيها الشيخ اشرف الفيل اشرف الفيل شكرا جزيلا لا وبعدين لو في امل الواحد في المليون الواحد ده في المليون انا دكتور انا بس انا هو ده بس رايي ان انا فعلا في عيانين بشوفهم بيكونوا بيتعذبوا يعني مش اسمحي لي كده احنا بنخرج بره الموضوع وبره انا برد بس على ان هو بلاش المناقشات الجانبيه انا بس شكرا هترد المهندسه سلمى على حضرتك دكتور هو حضرتك ذكرتي قلتي الموت عندنا غير الموت هناك اللي حضرتك ذكرتيه انا شايف الموت موت في كل حته هو موت لكن اللي حضرتك ذكرتيه ده كلتشر يعني دي عايز دراسه تانية دراسه هم ليه بيعملوا كده ليه هم بيحطوا يعني في جنان كده موضوع تاني غير كلتشر دي ثقافه هنتكلم ثقافتهم كده ليه واحنا ثقافتنا موضوع تاني لكن ما بعد الحقيقه انا بتكلم على الموت لكل الناس ده بيحصل لكل الناس سواء كنت في امريكا او في مصر او في الهند هو موت وبيحصل و بيدفن او على حسب لكن رد فعل الناس دي ثقافه فانا ما تطرقتش ليها لانه كان خارج المضمون بتاع الكتاب انا عايز بس اضيف حاجه ان اللي قالته المهندسه سلمى على مظاهر الاحتفال بالموت في اوروبا وحتى شكل المقابر الجميله والورد والرقه الشديده في التعامل مع الموت انا عايز اقول اذكر فقط ان يعني دي كمان مش الديانه المسيحيه يعني قصدي الديانه المسيحيه الرسميه يعني دي ده كالتشر زي ما هو وتم التعارف عليه يعني هذه السماحه هذه الجمال في كل شيء تقبل الراي الاخر اوروبا وصلت لده بعد معارك طويله جدا جدا معارك حقيقيه دفعت ثمنها ومعارك ذهنية ولو نفتكر كلام يعني فيلسوف أوروبي عمل انقلاب في أوروبا كلها اللي هو فريدريش نيتشه لما قال يعني لقد مات الإله وعمال وكتبه يعني أنا مترجم له كتاب اسمه مولد التراجيديا من روح الموسيقى مفيش مترجم مفيش ناشر عربي على الإطلاق لا حكومي ولا خاص وافق لأن كلامه على المسيحية بقسوة شديدة جدا جدا وبيرى أن هناك أنها يعني ديانة تشاؤمية وديانة سوداوية وديانة كئيبة ده رأيه هو كمسيحي لأنها بتفصل الروح على الجسد فهي معادية للفطرة الإنسانية ولسنة الحياة فاللي شفتيه ده حضرتك ده نتاج التحضر يعني اللي احنا ايه المكان المقابر الموحش اللي كله عفاريت وكله بالشكل ده عندنا لا هو موجود عندنا في الدين الإسلامي ولا المكان الجميل اللي بيدفن فيه البشر في أوروبا موجود في الديانة المسيحية على الإطلاق المشترك بس هو أن الموت له جلاله يعني زي ما عندهمش كده يعني اللطم والصراخ و و و واحنا عندنا من زمان قوي لدرجه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه دي كلها يعني ترسبات وتراكمات يعني تراكمات جاهله وان هذه الجاهليه اللي حضرتك قلت عليها هي جاهليه العقل جاهليه التفكير مش شرط الدين طبعا هو اللي بيكسر حده الجاهليه لان اوروبا في العصور الوسطى كانت عايشه جاهليه الجاهليه هي كجاهليه تحكم الكنيسه في حياه الايه في البشر وما تبعها من محاكم التفتيش وسكوك الغفران المؤشر الذي كان عاليا في العالم العربي الحضاره العربيه الاسلاميه في الاندلس في اوج الحضاره العربيه الاسلاميه اتكسر وبقى في الكاونت داون خلاص بينما اوروبا بتبتدي ايه ترتفع لان بيحصل التعادل او التوازن احنا ده خطانا احنا في الدرجه الاولى الدكتور عمر عايز يقول حاجه اتفضل ما اقدرش اقول للدكتور عمر لا ولا راجع هو صاحب الليله اصله يعني اتفضل على حكايه الثقافه انا محرج تماما لان في فرق جامد جدا في الثقافه ما بيننا وما بينهم زي ما الدكتوره قالت ديفينتلي احنا لما بنشوف قد كده المقابر بتاعتهم كلها جناين وزهور حاجه تفرح عندنا بيبقى لهم يعني زي ما حضرتك عارف بقى الحته بتاعت البساتين وحاجات زي كده ما هو ده بقى اللي انا عايز اقوله بالظبط اللي بيحصل بقى انه زي ما الدكتوره قالت احنا بنبقى فعلا نفسنا جدا ان ابويا او امي او بتاع يفضل معايا وان انا اكون رضيت ضميري من ناحيه ابويا او امي ان انا خدمته
عند اذر هاند بقى حضرتك يعني جات لي فرصه ان انا اشتغل بره، وبعدين احنا المفروض بنشتغل في حاجه اسمها زرع النخاع، فالمفروض الكونسلتنت بتاعي واللي يعني الراجل اللي هو بيعلمني وكده بره بنمر كل يوم على المرضى، ولازم يكون معانا دكتور من بتاع صيدله اكلينيكيه هو اللي بيتخذ القرار لوحده في الادويه، ده يتاخد ده ما يتاخدش، فما نقدرش نبتدي المرور من غيره. جه متاخر شويه ودي طبعا استحاله، لا متاخر ايه ساعه ونص، طبعا ما عندهمش الكلام ده خالص. فلقيته داخل وحطت كده برنيطه ولابس اسود واسود وبتاع، ايه يا عم ايه اللي اخرك؟ قال اصل والدتي توفت. فطبعا بقى حضرتك عارفنا بقى ويا نهار ابيض والباقي في حياتك ومش عارف ايه وهتبوظ يعني خلاص بقى، والواحد يعني كان فعلا حضرتك قد كده متعاطف معاه. قال لي اه اصل هي صعبان عليا. قلت له ليه كان عندها ايه؟ قال لي لا مش قصدي يعني اصل بقى لي 15 سنه ما شفتهاش. اه والله. فيعني كان الواحد عايز يعني تخيل حضرتك، طب ما ده كلتشر انت عندك بالنسبه لك عادي خالص. طب قلت له طب قبل كده؟ قال لي انا يعني حطيتها في بيت عجزه ومش عارف ايه. وقلت له اخر مره شفتها من 15 سنه؟ قال لي اه اصل هي في ولايه مش عارف ايه، مش مثلا في كوكب تاني. فطبعا اختلاف الثقافه ده تمام. على فكره طقوس الحزن يعني المبالغ فيها اللي هي عندنا واللي مليانه بالصراخ حتى في دي طقوس حزن فرعوني يعني لغايه دلوقتي، او مش عايز اقول فرعوني لان ثبت خطا التسميه دي خالص، طقوس حزن من مصر القديمه. حتى مساله النيله اللي هي الاسم الجميل بتاع النيل ده والتوتيا الزرقاء والكلام ده واللطم والاربعين وكل المسائل دي طقوس حزن من مصر القديمه. الدول العربيه عندهم الموت سهل بسيط جدا. انا مره سالت حد كنت من تلامذتي في الجامعه هناك، انت كنت فين؟ قال لي كنت غايب. ليه؟ قال لي عشان ابويا راح. اللي انتهت المساله تماما، حتى المقابر غير معرفه يعني هناك تمام. احنا الحل الوسط اللي هي مش مظبوط، المقابر معرفه في اوروبا وهي مكان جميل جدا جدا وبتعزف مزيكا وقامت موسيقى جنائزيه وموسيقى كبيره، ويعني الموسيقار يوهانس سباستيان باخ عمل حوالي حديد كتيرة أو في الموسيقى الكنسية. أكثر الدول العربية المقابر مسواة بالأرض، يمكن الناس ما بتعرفش دي، ما فيش طقوس الحزن والتهليل اللي عندنا دي، لكن احنا في ما بين البنين، احنا بنعمل لها 40 وبنقلب الصور والبراويز وبنلبس كل المسائل دي كلها، ودي حالة من الحالات يعني اللي تدرس أنثروبولوجيا وتدرس كثقافة يعني زي ما احنا. مسك الختام هتبقى كلمة الدكتور حسين يعني قبل ما نشكر حضرتك. اتفضل. اولا انا فعلا مش مصدق نفسي الى حد هذه اللحظه، قاعد اقرص كده اشوف انا صاحي ولا نايم، ان انا قاعد مع في ندوه ثقافيه عاليه جدا تناقش كتاب حلو جدا 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 انصح كل واحد يقراه. ويعني احنا نفذنا امر ربنا وقل ربي زدني علم فعلا يعني. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم على الحضور الجميل وعلى التعليقات النيرة. شكرا للدكتور حسام على كل ما أمتعنا به. شكرا لسلمى حسب الله الروائية والفنانة والمبدعة، وأنا بدعوكم جميعا لقراءة الرواية القادمة اللي هي أقريب أنت. أقريب أنت عنوان يعني إيه مليء بالدلالات وبالظلال وبالإيحاء الكبير، وأنا حقيقة متحمس لها، وأنا شايف أن سلمى حسب الله هي كاتبة الأيام القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا.